عسلامة، أنا أنور ومرحبا بكم في فولي درايد. واليوم مش نحكي لكم على ليكارت تكنولوجيك انترناسيونال. البارح 4 ماي 2015 قريت في برشا مواقع ومدونات كونوا ليكارت تكنولوجيك انترناسيونال ولو اوبيراسيونيل تم اطلاقهم رسميا. قال عمل بها فرحت شوية الحقيقة، ما شكيت برشا. وش عملت؟ قمت صباح مشيت لأقرب بنكري، مشيت لفرع ويت سوحيل، مبيات ويت سوحيل في نابل، ومشيت سألت حسيب غاديكا، قالوا لي مش أحكي مع سي محمد. مشيت سي محمد، سي محمد لكارت تكنولوجي كانت انترناسيونال تايبو وات؟ شنو هذا؟ قال شنو هي حاجة جديدة؟ شنو هي كارت انترناسيونال؟ شنو ما؟ السيد ما في باله بحتشة، أنا ديجا فرع ما في بالوش بها اصلا. دونك خلينا من التوضيح. البنك المركزي خرج منشور بتاريخ 10 أبريل 2015 اللي اعلن فيه على البطاقة الدولية التكنولوجية. كوم سي البنك المركزي اعطى الفوفير البنوك الاخرين يمشي يبداو يخدموا بها. دونك اليوم كما قلت لكم بعد ما مشيت للبيات، مشيت للبنك الزيتونة، فرع الزيتونة في نابل، سألتهم إلون إيتي تخي أكويون، يعطيهم الصحة، وسألتهم بخلوا عليه بحتى معلومة. وهاش قالوا لي؟ قالوا لي اليوم قاعدين يخدموا عليها، سي با فاسيل جو لون دومان سي تولي عندك كارت تكنولوجيك. ماشي هكاك دايوغ، ميم حتى لي بي دي جي ولي ديريكتور جينيرال تاع البنوك الكل اجتمعوا نهار 30 ابريل في تونس، عملوا ديجوني ديبا، ومع سي نعمان الفهري وبعض الممثلين على الكوميونيتي تكنولوجيك وعلى ديفلوبور، وحكيوا على الكارت تكنولوجيك. معناتها من لو 30 لو 4 سي بون مش تسيب. قال لي سي با سي فاسيل كو سا، على خاطر عندهم دي باز دو دوني لازمهم يتزادوا، سيكوريتي برشا خدمه، با فاسيل ثم لي سيرفور لازمهم يخدموها. دونك زادوا قالوا لي كانوا البنك المركزي سايب السيرفيس هذا للبنوك باش ينجموا يخدموا به. هذا مش معناها انه البنوك الكل باش يخدموا به، مش كانوا البنوك الكل باش يوفروا لنا السيرفيس هذا. ثم بنوك نجم تختار ما توفرناش لي سيرفيس هذوما. زاد قالوا لي كانوا ممكن اول بنوك باش يسيبوا سيرفيس هذا هما امين بنك، بيات، وزيتون، خاطر فيت بنوك هذوما عندهم لور بروبر سيرفور، معناتها ينجموا يخدموا على السيرفور نتاعهم. بعض البنوك الاخرى مربوطين بالاس ام تي اللي هي سوسيتي مونيتيك تونيزيان، خاطر سيرفراتهم مربوطين بهم. لازمنا نزيدو نستناو شويه، بوتيتر ان شاء الله في 15 ماي 2015 يكونوا موجودين في البنوك، الله اعلم. الكارتة فيها شروط، فيها شروط للاستعمال وشروط للمستعمل اللي شكون باش ياخوها. يا جماعه البلانيت عندي ليكم مخبير خايب شويه. الكارتة تمكنك باش تشري والا تعمل دي ترانزاكسيون اون ليني كونشي في الليسته هذه كاو، وهذا حسب المنشور اللي سايبته البنك سنترال. اي بابا كارت تكنولوجيك ديجا اسمها يفسر كل شيء. تنجم تشري بها كونشي لي زيبرجمون، لي باس نتاع جوجل بلاي ستور ولا لاب ستور، وتعمل بها ديزانسكريبسيون في دي سيت ويب كسوا ادوكاتيف والا باش تدخل منهم فلوس كيما فريلانس حاجات تنفعك اكاو بلوس نيمو. وزيد الكارتة عندها بلافون AA 1000 دينار، مليون تونسي بالنسبة للعباد العاديين، وإلا 10 ملايين تونسي للشركات وللي بيرسون مورال. شنو حكاية البلافون هذايا؟ برشا عباد فاهمينها بالغلط. أون فيت خلينا نعملو إكزومبل باش تفهم بها على الأخر. شريت كارتة صبيت فيها من عرش مثال 100,000، عملت أبليكاسيون موبيل، عملت سيت ويب، شريت بالكارتة هذيك بال 100,000 اللي أنت عندك، شريت بيهم الباس نتاع جوجل بلاي ستور وبيرجومون مثال، صرفتهم الكل من السيت نتاعك ومثال من الابليكاسيون نتاعك. دخلت مثال نقولوا سنين، مثال دخلت 3 ملايين. 3 ملايين هذوكم تنجم في تونس تدخل البنكة تك تعمل اكيد تجبد فلوسك الكل، تجبد 3 ملايين نتاعك. بالطبيعة اذا كان ثم حاجة تكسويت ولا حاجة الله اعلم، اما نورمالمون تجبد فلوسك الكل في تونس، تجبدهم الكل، عملت شي مليار تجبدوا الكل. واضح. البلافون مش مجعول، البلافون مجعول باش يحمي تونس، خاطر تونس ما عندهاش برشا ديفيز، دونك ما عندكش الحق تخرج اكثر من 1000 دينار. معناتها ريتك انت ما صرفت 100 دينار ولا بقالك الحق كون شفت 900 دينار كهو باش تصرفهم لبرا
في لي ترانزاكسيون اون ليني هذو ما معناتها كو سوا باش تشري بهم دي برودوي ولا دي لوجيسييل ولا باش تشري بهم دي زيبرجمون كل شيء عندك حق في مليون اكاو في العام تخرجوا لبرا في تونس اصرف قد ما تحب تجبد فلوسك اون بالدينار اما لبرا باش تشري اون ليني ما عندكش حق في كل شيء في البلافون اللي حطوه هنا به تمام كان نمشيو للشروط نتاع العباد شكون ينجم ياخذ الكارت هذه او فيت اي واحد عنده الباك ينجم ياخذ الكارت هذه والا شهاده معناتها مقابله للباك كيما ما نعرفش عملت فورماسيون ولا حاجه نجم تاخذ الكارت هذه ما عليك كان انك تهز نسخه من بطاقه التعريف نسخه من الشهاده نتاعك سواء الباك والفورماسيون ولا الحاجه اللي تتماثل مع الحكايه دي والتزام انك انت ما كش تاخذ كوشي كارت واحده بركه من بنكه واحده بركه دونك فوالا اوسي فاسيل كو سا بالنسبه لي بيرسون مورال والشركات نجمو تقراو المنشور تنحط لكم ليه في الديسكريبسيون كارت هذه انترناسيونال اش معناها يعني تنجم تربطها بالكونت باي بال نتاعك تعمل كونت باي بال تكون فيريفي امورك منظمه ويو جود تو جو معناتها اخدم بها كيما تحب دونك هكا نكونو كملنا الفيديو اذا كان نفعوكم ليزانفورماسيون اللي عطيتو لكم ما تبخلوش عليا بجيم اذا كان عندكم اي كيستيون اي سؤال اي استفسار قولوا لي في لي كومونتير اللوطة ولا تابعونا على باج فيسبوك وسالونا غادي مثال زاده ابونيو لواحكم وشكرا على المتابعه والاهتمام وبيس.